لازم تضمن لنا حساباتنا وحسابات اولادنا، لكن نحن نموت. كل الشباب جاهزين يدفعوا قروش، ده كل الشباب جاهزين ان شاء الله. زول يختار يمثل ياخد 2 مليون ولا مليون، ما عندنا اي مشكله. شباب كله يدفع نعم، قدام بس. تحياتنا. تحياتنا لك. السلام عليكم أبابك، كسلة. أنت قاعد في الأرض وممكن ترفض وبتاع. وانا في أوكي الجزائر، تمام. انا زاد في الجزائر كنت متعب متعب شديد. انا اول واحد منتحر معاه، بنتحر بهم يا ابتدى. أخي ال100 ولا ال200 دي ما حاجة كويسة. ما دار قرشات منكم لا لا، ما هو أصلا على قالوا الوطن بس. الشباب دي هدية، ما بده ما أنا. فالناس هسه بتتسارع في الموضوع ده، يعني زي في بير بتاع الذهب، الناس شنو؟ قالوا هنا في ذهب، طوال الناس بيقوموا برفعوا حجرهم بيجروا، صح؟ ف نعم ايوه، حتى لو خمس انا دار، انا ما دار قروش، انا ما دار قروش، دار انتحر بيه. بس شفت اي واحد اي واحد ناس مني وزي ناس الناس المتعبين دارفور حدير، شوف ده ننتحرهم بس مجانا، ما دار منكم يا قروش. ابن تسلم الله، عذبونا والله، عذبونا، تعبونا هنا ذات البر ده، عذبونا هنا. تحياتنا الله، تسلم. شكرا. ده قال موديه مجان، المهم الناس تتسرع في الموضوع، وتحياتنا وتسلموا كثير. وانا بعتذر جدا للناس اللي حصل حالفهم، فده غضبان غضب شديد، لانه حتى القبائل الموجوده يا جماعه حبيتين دخلهم في فتيل، عشان لما انا اجي اقول يا جماعه وين الناس الساكنين معنا زمان؟ تعالوا قولوا كان مضحك، تعالوا ناصرونا، ما معناته انا ضدهم كلهم، ما انا الكلام ده قلته حسي في الله، ده قلته 3 مرات كان ما سميتوش زمان، ده خلوه حسي ده الناس الساكنين معانا زمان، تعالوا اقيفوا معانا وقولوا كان مضحك وطرد القجر ده. ها ليه بس انتوا قبائل دي يسموكم انتوا جنجويت وجنجويت يعني عشان الاخبار مسهلان وهمتين تتكى جنجويت. مرحبا بك، والله هنا جاهزين بذات بخير الدفع يا الله يرحمك. احمد، هنا جاهزين. اي اوف كورس، ايوه هذه تدفع، والله ايوه حلو يا زول، حلو يا زول. أيوة. ثلاثة. نخد رقم حساب يوم النفذ العمليه، فبعد بنستقطع حاجه مشكلة، بسيطه اوامر كده رئيس للكرامه، هنا والباقي دايرين ندي ينفذوا بس. للجماعه الوضع دي. يلا يا احمد قدام. شكرا. انا شايف الناس دي قالوا بدفع بس. مرحبا بك، مرحبا بك حبابك. حبابك يا كذا، الزور اللي قاعد في اللايف ممكن ترفض وممكن توافق، عليك عندك الحريه يعني. اللايف ده فيه ديمقراطيه اللي ما فيه قطيع زلط ولا فيه غير. مرحبا بك، تفضل. مع حميدتي ولا مع الزور اللي بينفذ الخطه؟ تفضل. طيب قال لي كسلة، طيب دقيقة هنا، قال لي يا كسلة ما اديتني الدعوة. يا هذا يا هذا ده انت، لكن اداني هنا تعذر، فلازم تعمل شنو؟ طيب لازم تعمل تحديث لصفحتك. طيب الزول ده اصلي قاعد لنا هنا، اشيله بره. طيب ياسر محمد احمد، ياسر انا اديتك الدعوه جميل، وحسي اديتك الدعوه، اذا انا ما مصدقني يا ياسر ممكن اصور لك يا حد الدعوه، اصور لك قاعدين في التليفون. ما بيمشي. طيب دعوه هنا، الو حبابك عندك الحق، ممكن ترفض وممكن توافق. حياك ربي يا سعيد، ونحن والله ودبي بكل سلام منتظرين اليوم ده. يعني انت معانا مع الغلابة والمساكين؟ ما الغلابة والمساكين، الغلابة والمساكين ده هم امهاتي وبحاتي واخواتي طبعا. فالناس دي طبعا ناس في الارض قالوا بس احنا يا جماعة ما دايرين كثير، يعني 100، يعني 100 دي مثلا كم نفر يعني في 50 كم نفر ولا اي شيء ذاته.
ناس فرنسا زي بتفور. نحن جاهزين افرضوا لي انا فرد، انا واحد من الناس افرضوا لي قدر ما دارين تفرضوا لي انا جاهز. بابك الف بس التنفيذ، عشان كده انا خدت رقم الواتساب تهت الناس طبعا اتصلوا علي وقال لي اسمع هوي الموضوع ده منتهي، لو من داخل الدعم السري، لو من الجيش، لو من الحركات، لو من اي محل منتهي منتهي حقنا. بس قال لي منتهي، قال لي حقنا. عشان انا جيت طلعت اللايف ده عشان شنو؟ عشان اوضح للناس يا جماعه قفوا معي. بس والله يا حبيبي جزاك الله الف خير واحسان. انا ممكن اكثر واحد بشاهد لايفات، لكن بس ما لقيت فرصه عشان ما نتكلم معاك اول محمل الداخل او كلام زي ده. تحياتنا والله تسلم. انا حتى ان كان فاتني هنا، اذا فاتني اللايف انا اذا جيت لقيته بعمل مشاركه وبخليه بشوفه متاخر. تسلم والله، شكرا والله. بشكرك بشكرك جزيل الشكر. ونحن قدام والله قدام، ورا معمن، ورا تين مش معمن، ورا تين. تسلم شكرا. الله فيك تسلم. مرحبتين معنا في اللايف حبابا. يا ياسر، ياسر يا هدى انت، يا هدى انت. انا اصور ياسر ده وارسله له واختم اللايف. طيب طيب خليك معي يا ياسر عشان انا اوريك انه انا صادق. يا هدى شايف ده اللايف ده؟ انت شايف؟ شايف ياسر محمد احمد ده؟ شايف ده انت صح؟ وعندك الكاميرا خضره، لكن اعمل تحديث. شايف يا ياسر؟ اعمل تحديث في الصفحه حقتك. الصفحه حقك ما بقبل الدعوه. اخر مره انا بجرب ياسين، مش ياسر كمان، ياسين. انا قريتها غلط، ياسين. كويس طيب. الزول ده اسمه ابراهيم يا الو ابابك الف. يا متكدر ابابك، تحيه وتحيه لهذا البحدروق، وتحيه لك ابابك الف. يلا رايك شنو انت معانا ولا مع الخيانه؟ يا الله انا معك قلبا وغالبا، انا معك باي شيء. يعني الناس دي اللي وقعت الناس، ولا انا معك تيد اي لازم. اي بس يعني احنا طبعا دايرين 50، دايرين 10، دايرين 100، اي لازم. انا هم انت قاعدين في اللايف وقول لك 100 يا زول، ويمكن يجيب اكثر من 100، يمكن يجيب 200، يمكن يجيب 300. الناس دي ما بتفرق قروش. يعني احنا باقي القروش دي يعني ناكله نحن. طبعا انا في الارض، في الارض، في الارض. انت في الارض كنت؟ سبقتنا بس كام شويه كده. بس مالك انت؟ انا قاعد في الارض. انت في الارض؟ انا في الارض في الجزيره في مدني. ارجع لي بيت الرقم التالي ده، ارجع لي الرقم التالي. بدق لك بعدين بالخاص، بدق لك بعدين بالخاص. سبقه كام والله؟ الخاص الخاص، وبديك رقم الخاص. ايوه ايوه ايوه، دق لي في الخاص وبديك الرقم الخاص 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 ده. شغل ده بس حباب النافع. المبادره دي زول الخمام بدري بدري، فاستعرف في الموضوع. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك يا سلام. ها؟ اهلا وسهلا بك. عندك حق ترفض وعندك حق ممكن توافق. والله يا اخي مثلي انا ما اعرف، لكن اذا كان في شاب صغير والدول اليوم شافنا اسم بلاد برضه، يعني ما ياخذ كلام بديمقراطيه احتياج مثلي. في ضوضاء، في ضوضاء في الغرفه حقك. انا ما اعرف الناس. في ضوضاء في ضوضاء في الكلام، لكن واصل. بس والثالث الموضوع بتاع اختيار في متر، انا ما اعرف، لكن اذا كان في شاف يقول له اليوم من الدارفور ما بيعرف، ولا ما بيعرف كلام برضه، ما بيعرف الموضوع بتاع اختيار في متر. فعشان انا ناكد للناس اللي دارين يحتاروا في متر، فانا يعني قبل ما يبدو البرنامج ولا انت تعمل رقم حساب، انا متبرر ب 200 دولار، 200 دولار
بسبب اختيار جميل. ما هو رقم الحساب بذاته ما بعد التنفيذ طبعا. لا اعمل من هسي لا هسي لا اعملها. لا 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 نحن نظامنا